فيلم الحقيقه حقق نجاح كبير قوي والناس حبته قوي وحبت الشخصيات اللي فيه. في نيه ان يبقى في جزء تاني، نشوف احنا شيء اتنين هيروح بينا على فين. الحقيقه احنا في محادثات عن جزء تاني من فيلم شقه. الفيلم الحقيقه حقق نجاح كبير قوي والناس حبته قوي وحبت الشخصيات اللي فيه، وطبعا عمل ايرادات برضو الحمد لله كبيره جدا، يعني كسرنا 80 مليون. في النيه ان يبقى في جزء تاني، والحقيقه النيه دي كانت موجوده عند المخرج كريم السكي من قبل ما نصور الجزء الاولاني. يعني هو كريم وكان بيتكلم معايا في الموضوع ده، انا كنت حاسس ان الفيلم ده يستحمل ان يبقى في جزء تاني، ده من قبل ما نبدا تصويره حتى. الحمد لله بعد رد الفعل الاكثر من رائع عن فيلم شقه، بقى في امكانيه او بقى في استعداد من الكل ان يبقى في جزء تاني. بس برضو ارجع واقول لك، فكره الاجزاء التانيه او فكره ان احنا نستثمر نجاح الجزء الاولاني، لازم بالضروره ان احنا نعلي على اللي حصل على جميع الاصعده. فبتبدا برضو بالورقه والقلم من الكاتب المحترف اللي انا بحبه جدا، صديقي العزيز وسام صبري. يا بنت انت مش اتجوزتي؟ واتطلقت من اسبوع. طب والعده ايه؟ ايفون وقطع شحن. في افكار طبعا احنا بدانا يعني نتشاور في الحكايه دي، ممكن يتصور في المغرب، ممكن يتصور في بلد تانية على اساس ان هم سافروا من هنا راحوا هنا، يعني قصدي لسه الاوبشنز بالنسبه لنا مفتوحه. بنفكر بس في يعني قبل ما تبتدي تكتب بتفكر الشكل العام للفيلم هيبقى عامل ازاي. فاحنا شغالين دلوقتي على الفكره الاساسيه او الفكره الرئيسيه، ايه البلوت، ايه التويست اللي هيحصل، ايه الموضوع هيمشي ازاي، وبعد كده نشوف بقى اماكن التصوير ونشوف اللي هيحصل ايه، يعني بتبقى مراحل. فاحنا لسه في المرحله الاولى خالص. الحقيقه كريم السبكي بدا بالفعل ان هو يشتغل على الموضوع ده. انا حاليا بحضر لفيلم تاني، فهو شغال لوحده، وقدام شويه انا هبتدي انخرط معاه في الحكايه دي ونشوف احنا شيء اتنين هيروح بينا على فين. لا الحقيقه ما كانتش مقصوده انه نفس اللي عمله جراند اوتيل يعملوا شيء، بس خلي بالك هم دول اصدقاء. يعني اذا كان محمد ممدوح او امينه خليل او دينا الشربيني، احنا اشتغلنا مع بعض كتير جدا. الوحيده اللي ما اشتغلتش معاها غير مره واحده هي امينه خليل، لكن انا ودينا الشربيني اشتغلنا مع بعض كتير، وانا ومحمد ممدوح اشتغلنا مع بعض كتير. ما كناش بنفكر بالطريقه دي، بس حقيقه الادوار هي اللي نادت على اصحابها. طبعا مش عايز انسى النجمه الكبيره يسرى اللي انا اتشرفت بالعمل معاها، دي كانت اول مره نشتغل مع بعض، هي صديقه عزيزه، لكن الشغل معاها والتمثيل معاها طبعا حاجه تانية خالص، وهي زودت الفيلم ده واديت له قيمه يعني كبيره جدا الحقيقه، وانا سعيد جدا جدا ان انا مثلت واشتغلت مع يسرى. شغلي المتكرر مع تايسون هو مش وليد الصدفه. اولا انا بحب محمد ممدوح جدا على المستوى الانساني، وثانيا انا بشوف ان محمد ممدوح واحد من اهم ممثلين مصر والوطن العربي كله، ممثل قوي جدا وقادر انه يعمل اي نوع من انواع التمثيل. ف فكره ان انت تبقى شغال مع ممثل كبير جدا وفي نفس الوقت هو صديق عزيز، اعتقد دي حاجه يعني الواحد ما يسيبهاش. فلذلك انت بتقول 6 مرات او 7 مرات فعلا، واتمنى ان يبقى في 9 و10 و11 و12، لان انا بستمتع بالشغل مع محمد ممدوح. وسيبك من اي حد يقول لك ايه ما تشتغلش مع ممثل جامد هياكلك والكلام ده كله، ده كلام فاضي. الممثل الجامد ياخدك ويعليك ويقويك. فالشغل مع ممثلين اقوياء دي حاجه، لما يكون عندك ثقه في نفسك، حاجه مهمه جدا وبتقويك انت شخصيا.